Good morning. This is me, Dr. Hani Al-Hassani, for the course English Legal Terminology. Today we will talk about legal terms, definitions. For sure, like we finish around 20 pages. أول شيء بنحب نرحب فيكم. أنا دكتور هاني الحسني، بدرس مساق مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية. طبعا في الأسابيع الماضية تم ذكر الكثير من التفاصيل التي تخص هذا المساق وأنواع القوانين وأنواع الحقوق وما إلى ذلك من تفاصيل تخص أنواع العقود، وأيضا التفاصيل التي ذكرناها في ما يخص الاختصارات. So we talk about abbreviations, contracts, rights and laws. And for sure, all these topics is very important to you to realize the course is really dealing with the context of term or terminology. يعني بتعلق في المصطلحات. If you open your book, page number, I think 18 and 17, 19, you will find kind of words, and these words is almost 600 words. We are not here to talk about all of them. I pick some of them and we try to get some of them. يعني احنا عندنا في الكتاب موجود تقريبا ما يقارب اكثر من 630 مصطلح. هنناقش بعضهم طبعا لكن مش الكامل، هنحاول نغطي بعض الامور. لو فتحتوا كتابكم زي ما انا وضحت صفحه 17 18 19 20 21 بكون موجود بعض الكلمات. احنا نعمل لها ترجمه طبعا، مش هنطول في هذا الكلام كثير لكن هنحاول نشرح الافضل. طبعا انتم في الامتحان ممكن تجيكم تفاصيل بخصوص اللي هو الكلمه وترجمتها، يعني مثلا for here equity عداله، justice عدل، fairness انصاف، covenant العهد، pact الميثاق. So we are here to talk about that issues. We can give you kind of words, and these words you have to give the translation. يعني أنتم ممكن تعملوا ترجمة أو تعطوا الكلمة أو معناها أو الترجمة. So if we move here, equity عدالة، justice عدل، fairness إنصاف، covenant عهد، pact ميثاق، state lands أراضي الدولة يعني أراضي الحكومة، agreement اتفاق، deed سند أو صك، صك قانوني مكتوب، abandoned lands يعني أراضي مهجورة متروكة من فترة طويلة، legal capacity أهلية القانونية، wastelands يعني أراضي لا تصلح للزراعة أو البناء، ممكن تكون كأراضي مثلا كمنحدر أو أراضي في أعالي الجبال أو أراضي مثلا موجود بها كهوف كثيرة ومنطقة مخيفة لا يقربها شيء. في عنا ديدلاندز يعني زي أراضي الصحراوية، أراضي لا تصلح للعيش، لا يوجد بها حياة، لا ماء وما شابه. كونتراكت عقد، ويدو أرملة، ديبريفيشن حرمان أو حجب. sometimes يعني عنا بصير sometimes we have deprivation rules or deprivation decisions، بصير حجب ثقة وما شابه. rent أجار، duress إكراه يعني هو ضغط على شيء، عمل شيء معين تحت التهديد أو ما شابه، يعني إنه في إنه بصير ضغط على طرف من أطراف لتغيير رأيه مثلا أو تغيير شيء ما. عندنا اللي هو أبيل، أبيل استئناف، يعني مرات بصير حكم وبتوقف الحكم من عمل له استئناف. consensus إجماع أو توافق الآراء. في عندنا gain اللي هو ربح أو كسب، كسب مثلا قضية أو شيء معين. consultation تشاور. procedure في عندنا معناها إجراء أو procedures لو كانت جمع بالأس بصير إجراءات. interrogation استجواب، بصير استجواب مثلا للمتهم أو لمرتكب جريمة أو ما شابه من الشهاد أو الشاهدين على أي حدث. mandatory إلزامي يعني شيء إلزامي أو إجباري. mandatory admissible مقبول أو مسموح أو يمكن قبوله. admissible من admission.
كرايم جريمة، افشنسي الكفاءة، انتنشنال عن قصد أو عن عمد. كيف يعني عن قصد أو عن عمد؟ يعني بصير حدث بيتم ارتكاب فيه شيء معين بقصد من دون يعني خوف أو ما شابه. inheritance هنا معناتها الميراث، guilty مذنب. طبعا احنا اخترنا لكم أول 30 كلمة تخص 600 يعني 600 مصطلح. We choose 30 out of 600 terms. So for sure, like every time we try to explain something to you within the example. So if you move to the pages after the terms itself, we have terms with definitions. So terms with definitions are important than the terms itself. Why? Because you will understand something that by giving the exact definition. So here you have to memorize the definition. يعني هنا في عندنا مصطلحات تحتها التعريف. طبعا في الامتحان هيجيكم زي هيك، مثلا انا بكتب هذه الجمله describing something which has been referred to before in the document. يعني بجيب لكم هاي الجمله you have and I put multiple choices يعني above mentioned abuse of process accomplice so or compliance alternative dispute resolution. فعنا هنا الكلمات هنا مذكورة، حضرتكم هتكون في عندكم تركيز انه تختاروا الشيء المناسب والملائم للتعريف. طبعا التعريف هنا describing something which has been referred to before in the document، يعني هذا يدل على شيء حصل سابقا في المستند. يعني لو عندنا وثيقة وتم ذكر فيها تعريف مثلا المؤسسة وشروطها، وبالنهاية في آخر الصفحة بنقول the above mentioned مثلا document أو the above mentioned policy من state that، يعني وضحت إنه 1 2 3. Then here the second one abuse of process. يعني هنا صار إساءة استعمال تدابير معينة. كيف يعني؟ When the court proceedings are brought against person without any good reason or with malice. يعني هنا إنه المحكمة بتستعمل أشياء غير قانونية ضد شخص وموجود عندها بدافع اللي هو أو من دون دوافع قوية، وتكون غالبا بدافع الحقد أو المصالح الشخصية. فهنا إساءة استعمال التدابير اللي هي التدابير التي تتعلق داخل المحكمة abuse of process. abuse اللي هو إساءة استعمال. شريك في الجريمة accomplice، يعني هنا someone who helps another person to commit a crime. يعني بيكون دائما في الجريمة عادة بيرتكبوا الجريمة مع أشخاص، يعني ارتكاب الجريمة بالكامل بشخص واحد نادر الحدوث، غالبا يحتاج لمساعدة آخرين في إخفاء الجريمة أو في متابعة شخص معين حتى تحصل الجريمة، ولذلك يكون هناك تعريف يسمى accomplice، شريك للجريمة أو مشترك في الجريمة من بعيد أو من قريب. alternative dispute resolution فض النزاعات بالمفاوضات. طبعا في dispute معناتها نزاع. alternative بديل، resolution اللي هو الحلول، يتم إيجاد حلول بديلة للنزاعات. طبعا هنا يعني غالبا تكون بالمفاوضات. method by which dispute are resolved other than through litigation. يعني هي بصير عبارة عن نزاعات يتم حلها بالطرق السلمية، ممكن بالتأجيل أو ممكن أن يحصل تخفيف مثلا في حدة النزاعات بعمل هدنة مثلا أو بطلب مهلة فترة من الوقت. هذا ما يسمى alternative dispute resolution، يعني تخفيف من الحدة الموجودة في فض النزاع. Okay. We have here autopsy. Autopsy تشريح الجثة غالبا بعد أي حدث يحصل في عملية قتل. There is an examination of dead body to find the cause of death. يعني هنا بعد ما تتم الجريمة يكون هناك ما يسمى بالأوتوبسي، يعني يتم أخذ الميت لعمل تشريح معين يخصه.
Okay, then to continue here the point, we say autopsy, تشريح الجري تشريح الجثة إلى جريمة حدثت أدت إلى مقتل شخص ما. Burden of proof, عبء الإثبات من المدعي أنا أو عبء الإثبات. إيش يعني عبء الإثبات؟ A rule of evidence that requires a party to court action to prove something. يعني عندنا هنا عادة بيحصل شيء معين وأنت بدك تثبت إنه شيء ممكن يخدم القاتل أو يخدم اللي في الجريمة مثلا إنه يتم إثبات شيء معين ضده أو معه أو يعني يساعده أو يقف ضده. ف burden of proof it means in criminal trials يعني في محاكم الجريمة the prosecution has the burden of proving accused guilty beyond reasonable doubt. يعني هو عادة يتم إثبات الجريمة بالتفصيل أو يتم إثبات براءة شخص ما من أفعال معينة قام بفعلها مثلا خلال الجريمة. So burden of proof عبء الإثبات. Caution يعني بلاغ أو تحذير بتم يعني إرسال تحذير أو بلاغ. A warning given by a guard to a suspected criminal when he is arrested. يعني هو هنا الشرطة بتحذر هذا الشخص الذي قام بالجريمة عندما تعتقله من خلال وثيقة ترسل لهذا الشخص. ويكون عادة هنا مثال يتحدث عن الأراضي الغير مسجلة مثلا أنه يكون ليس له الحق في أن يتعدى على أراضي معينة أو يأخذ أراضي معينة بالقوة. ولهذا هذه الجريمة يعني مثال كشخص متعدي على أرض ما ويتم تحذيره ببلاغ أو من قبل الشرطة. Central Criminal Court المحكمة الجنائية المركزية High Court sitting to deal with serious criminal offenses such as rape and murder. So يعني هنا عبارة عن Central Criminal Court, the High Court sitting to deal with serious criminal offenses. يعني هذه أعلى محكمة تتعلق بما يخص القتل وجرائم مثلا عبارة عن الاغتصاب أو جرائم القتل, جرائم اللي هي تعد معقدة بشكل أو بآخر. يوجد أيضا certificate of incorporation يعني شهادة التأسيس. A certificate stating that a company has been incorporated يعني هي شهادة توضح أن الشركة بدأت للتو بتأسيسها وهو إعلان واضح وصريح يخص اللي هو التفاصيل لها علاقة بالإنشاء. certificate of origin يعني شهادة المنشأ يعني كيف إنه لازم أي حدا بده يستورد نفترض أي يعني مادة أو أي بضاعة لازم أن توضح بها بلد المنشأ أو شهادة المنشأ. certificate that stating in which country the goods being imported يعني من أين تم استيراد هذه البضاعة. conditional agreement اتفاق مشروط يعني conditional مشروط agreement اتفاق. an agreement which depends on a certain thing happening in the future يعني ممكن يتم اتفاق يعني لو في المستقبل صار حصل عدم ارضاء او لا لم يتم ارضاء الطرفين في هذا العقد في المستقبل يتم وضع شروط مثلا انه لو لم يتم ترقيتي او لم يتم زيادة الراتب مثلا سيعتبر منسحب او اذا لم يتم تقديم الخدمة بشكل واضح او كافي سيتم بشكل او باخر الغاء او عمل اتفاق مشروط انه يتم في توضيح حقوق الطرفين. conditional discharge يعني اللي هو التفريغ المشروط. a court may decide not to punish criminal immediately for offense يعني هنا بصير عبارة عن تأجيل. كيف يعني بصير هنا عندنا الحكم المشروط يعني هنا ممكن نختار كلمة أخرى الحكم
أو العقوبة المشروطة. العقوبة المشروطة حتى هسه العقوبة المشروطة conditional discharge the criminal instead، يعني هنا بصير تأجيل decide not to punish criminal immediately for an offense and may conditionally discharge the criminal instead. بصير هنا عقوبة مشروطة، ممكن لو أمروا بالحكم أو تم الحكم بشكل سريع يمكن أن يكون هناك تلفيق في القضية، أو يوجد أحداث غير مذكورة أو موضحة، ولذلك يمكن ظلم يتم ظلم فيها شخص بعينه، ويتم في النهاية الحكم بعقوبة مشروطة أو ممكن مؤجلة، يتم تأجيلها بعض الوقت. هذا بسبب حماية الشخص. Conditional Sale Agreement اتفاقية البيع المشروط، يعني هنا في بيع مشروط. An agreement by which the seller remains the owner of the goods until the installments have been paid and all other conditions have been met. يعني هنا بصير عبارة عن اتفاق ما بين البائع والمشتري، يعني هنا سيلر البائع والمالك لهذه البضاعة، يتم فيها إيقاف كل شيء حتى يتم دفع المبلغ المطلوب، وبعد ذلك يتم تسليم البضاعة. من دون دفع مبلغ كان متفق عليه لن يتم تسليم هذه البضاعة. يوجد أيضا consecutive sentence، يعني هنا sentence عقوبة consecutive متتالية، فهنا بصير في مرات جريمة مركبة أو شخص متهم بجرائم متعددة ومتواصلة. فعند هنا when someone is sentenced for different crimes and the sentences have to be served one after another، يعني عندنا هنا لو شخص ارتكب عدة جرائم يتم نقاش كل قضية على حدة، لأنه كل جريمة أو كل قضية تم ارتكابها من المتهم يجب مناقشتها على حدة ووضع اللي هو العقوبة المناسبة، وإذا كان هذه العقوبة مالية أو ما شابه يتم وضع كل عقوبة على حدة وتوضيحها بالأسباب وبالشروط. copyright حقوق النشر a legal right which stops things being copied without permission، يعني عندنا هنا لو صدر كتاب من الجامعة وتم نشره في جامعة أخرى من دون موافقة الجامعة يتم محاسبتها في المحكمة بالقانون، ويجب دفع التعويضات لهذا الجرم الحاصل من استعمال شيء غير لا يحق للآخرين استعماله إلا بالموافقة من نفس المؤسسة أو الأشخاص. criminal damage ضرر جنائي، the criminal offense of causing damage to someone else's property، يعني إن هنا بكون ممكن حد يتعدى على شخص أو ممتلك أو أرض بشكل متهور أو عن عمد، وهنا بصير ضرر جنائي إنه بيتم متابعته بشكل مستمر. criminal responsibility مسؤولية جنائية when someone reaches the age when the law says they are able to commit criminal offense، يعني عندنا هنا مش كل حدا ممكن يتعاقب جنائيا لأنه في سن قانوني، يعني السن القانوني هنا criminal responsibility مسؤولية قانونية أو جنائية أو السن القانوني، يعني أقل من 16 عام لا يتم التعامل معه بالقانون المعروف، يجب انتظاره حتى يتم ويبلغ 16 عام وبعد ذلك يتعامل معه كإنسان بالغ عاقل، أقل من ذلك يتعامل معه على أنه طفل وإنسان قاصر. حظر التجول curfew، يعني هنا بصير منع تجول للشخص أنه لازم يستنى في مكان أو في منطقة ليل أو نهار، يعني في مرات بيقولوا عنه house arrest يعني زي إقامة جبرية، لكن حظر التجول أنه بمنعه شخص متهم أو حدا عليه خطر أنه يتحرك أو يتوجه في مكان معين، مثلا في مشكلة أو خلاف ما بين عائلتين يمنع التجول في المنطقة الأخرى، يعني بالطلب منهم كعائلتين أنه ممنوع يتجولوا في مناطق بعض حتى لا يحدث أي مكروه أو خلافات أو نزاعات يحدث فيها قتل أو ما شابه. الأمر الذي نتحدث عنه في الآخر هو deed of arrangement
صك الترتيب يتم الترتيب ما بين أطراف مثلا الدائن والمدين. صك الترتيب هو عبارة عن صك مكتوب ما بين الدائن والمدين، ويتم في كتابة نص واضح بأنه يجب أن يكون هناك تسليم مالي. هنا موجود written agreement which can be made when a debtor is in financial trouble between the debtor and the creditor. يعني لما يصير في عنا الدائن عنده مشكلة من المدين، فبكتبه زي كمبيالات أو بيعملوا ترتيب لطريقة الدفع حتى ما يأثرش عليه في الأزمة المالية. defamation أو defamation هنا معناته التشهير، يا إما تشهير كلامي أورالي يعني كلامي لساني اسمه سلندر. يعني إحنا ما نقول defamation أورالي بتقول لي بس سلندر، لما تقول defamation writing like يعني إنه واحد بكتب لحدا كلام ممكن في جريدة، تشهير بالكلام بالكتابة يعني أقصد بالكتابة بقول عنه libel، بالتشهير اللي هو تحدثنا التشهير الذي يقصد به أولا الكلامي الذي يكون باللسان، والتشهير الذي يكون كتابيا. هذا ما قصدنا به في defamation، يعني defame لحالها كفعل معناتها يشوه سمعة، فالتشهير هنا أو تشويه السمعة ممكن يكون يا إما باستعمال اللسان يعني انه دائما في تصريحات معينة او شخص سجل لشخص انه دائما بيتكلم عنه، فهنا بيكون تشهير بالكلام. ويوجد تشهير كتابي يتم تشهير مثلا في شخص معين في مجلة او في جريدة او ممكن على الانترنت كما يحصل في الزمن الحالي، التشهيرات التي تكون موجودة وموثقة. So that damages someone's reputation، يعني تؤذي أو تضر سمعة أشخاص مهمين يعني أو ممكن أشخاص من المجتمع. يوجد أيضا التقصير default، عندما نتحدث بهذا التقصير default failing to do something which had been agreed to، يعني هو هنا في خطأ بيكون موجود له علاقة بأنه تم إخلال أو تقصير في عمل موضوع معين، وهذا التقصير يسمى default، يعني أنه تم الاتفاق عليه مسبقا لكن أصبح هناك يعني فشل أو خلل في بند معين. defense هو الدفاع، كما وضحنا أن الدفاع هو يتم من قبل بعض المحامين. So the name for the lawyers defending proceedings brought against someone. فعندما يقوم مجموعة من المحامين بجلب بعض الوثائق الهامة حتى تستعمل لشخص معين ممكن الدفاع عنه. في قانون المدني أيضا يوجد written statement by defendant، يعني هو يتم كتابة وثائق معينة أو مستندات للدفاع، وليست الأمور تحصل بدون أي ترتيبات، لذلك الدفاع هو أصعب المهام التي تكون ملقاة على عاتق هذا المحامي. الآن نحن وصلنا لآخر سلايد أو لآخر شريحة موجودة في هذا الفيديو، لذلك نريد أن نعمل فقط مراجعة سريعة في غضون الدقائق القادمة حتى يتم إعلامكم بالتفاصيل كيف يكون أسئلة الاختبار مثلا أو ما شابه. لدينا هنا الأول ما بدأنا تحدثنا أنه في الصفحة 18 أو 19 يوجد المصطلحات تقريبا 600 مصطلح، نعيدهم مرة أخرى: equity, fairness, covenant, justice, pact, state lands, agreement, deed, abandoned lands, legal capacity, wastelands, deed lands and contact, widow, deprivation, rent,
duress, appeal, consensus, gain, consultation, procedure, interrogation, mandatory, admissible, crime, efficiency, intentional, inheritance, guilty. So these words that we are looking for, it's very important. How in the exam I will bring it to you. يعني هنا لو قلت الأهلية القانونية هل هي legal capacity أو contract أو wasteland. فأنت بتكون حافظ إنها قانوني يعني لازم تكون كلمة legal. كباسي طبعا مش معروفة كتير فأنت بتحفظها كأهلية. agreement الاتفاق معروفة. contract اللي هو عقد. inheritance ميراث. هتنذكر كلمة inheritance بكثرة. crime مذكورة أكثر من مرة. عنا اللي هو mandatory اللي هو الإلزامي أو الإجباري. guilty المذنب. طبعا هذه الكلمات ترد تباعا بطريقة أو بأخرى في أكثر من تعريف، ولذلك كل مرة في الفيديو سأحاول التركيز على بعض المصطلحات وسنشرح المفيد، وبعد ذلك انتقلنا إلى الـ above mentioned، يعني عندما تكون وثيقة ويذكر في أعلاها شيء ما يتم توضيح above mentioned، يعني المذكور أعلاه. abuse of process يعني إساءة استعمال شيء معين في تدابير أو في المحكمة، يكون هناك يعني فساد بشيء في حكم على أشخاص. compliance يعني هو الموجود الشخص في الجريمة. alternative dispute resolution يعني فض النزاعات إما بالمفاوضات أو بالتسويف، أو ممكن استعمال تأجيلات أو ما شابه بتخفف من حدة النزاعات. هنا أيضا يوجد autopsy, burden of proof, caution, central criminal court. أيضا نتابع يوجد certificate of incorporation لما يكون في تأسيس لشركة أو لمكان، يوجد شهادة تأسيس. certificate of origin يعني شهادة منشأ أي شخص يستورد أي منتج، طبعا كما هو موضح هنا أنه لازم يوضع على هذا المنتج بلد المنشأ. conditional agreement اتفاق مشروط. conditional discharge يعني عقوبة مشروطة ممكن يتم تخفيفها أو تأجيلها، ممكن بسبب ظروف راهنة أو ممكن تؤذي طرف من الطرفين أو أهل طرف من الطرفين، فلذلك يتم في بعض الأحيان تأجيل العقوبة. conditional sale agreement اتفاقية بيع مشروطة، طبعا يتم فيها اشتراط مثلا لا يتم تسليم البضاعة إلا في حال استلام كامل المال أو كامل المبلغ. وأيضا وضحنا في عقوبات متتالية sentence هنا عقوبة يعني مش معناتها جملة consecutive متتالي، وهنا يتم استعمال العقوبة أو الحكم على العقوبة. كل عقوبة أو كل جريمة يكون لها عقوبة منفصلة عن الأخرى حتى يتم توضيح الحقوق كاملة لأصحابها، وإن كان هناك تعويضات سيتم دفعها على حدة. كوبيرايت لو حقوق النشر. كريمنال دامج ضرر جنائي ممكن يحصل، ممكن على أراضي أو على شيء معين أو عقار، وممكن أن يكون بشكل متهور أو متعمد، يعني متهور ممكن من غير عمد فجأة مثلا حد استفز حدا أو صار موضوع بثير غضب الآخرين فممكن يؤدي إلى شيء معين مخالف للقانون. criminal responsibility اللي هي مسؤولية جنائية موجودة هنا في حال إنه كان الجاني أو المرتكب الجريمة قاصر أقل من 16 سنة لا يتم التعامل معه ضمن القوانين، ولذلك هنا يوجد age when the law says they are able to commit a criminal offense، يعني هنا بعد 16 سنة يمكن الحكم عليهم في جرائمهم. كيرفيو يعني حظر تجول، وهو ما وضحناه سابقا بأنه يتم فرض حظر تجول إذا كان مشكلة بين طائفتين أو عائلتين حتى تحقن الدماء أو يتم الحيلولة فرض دون حصول أي مضاعفات أو إهدار للدماء. آخر شيء تكلمنا عن صك الترتيب deed of arrangement، إنه عندما يكون مشكلة ما بين الدائن والمدين ويتم ترتيب هذا الأمر
من خلال ورقة جديدة مكتوبة يتم فيها توضيح التفاصيل التي سيتم التعامل بها ما بين الدائن والمدين. يوجد ديفيميشن، تشهير أو تشويه السمعة، ممكن أن يكون من خلال الكلام باللسان وهو يسمى سلاندر، أو من خلال الكتابة تشويه كتابي يسمى لايبل. يوجد أيضا تقصير يسمى ديفولت، وأيضا الدفاع، وضحناها لكم جميعا. أتمنى لكم في نهاية هذا الفيديو أن تقرؤوه جيدا وتحفظوا ما ورد فيه، وتناقشوني فيما ورد إن شاء الله الأسبوع المقبل في محاضرة الزوم. سنتطرق لكل ما واجهتموه من صعوبات. أتمنى لكم أسبوعا سعيدا ونهاية أسبوع مع عائلاتكم، وإن شاء الله أتمنى كل التوفيق لكم في هذا المساق، ونحن معكم حتى تكونوا جميعا ذوي تحصيل عالي في هذا المساق، لأنه فقط مصطلحات وليس هناك الكثير من الصعوبات إلا فقط لمن لا يريد القراءة أو المتابعة. وشكرا جزيلا لكم.